مرحبا بك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تزوين مرحبا بكم. الله يبارك فيك. سي خالد بناني عم بدأ فين وصلت الأغنية الشعبية؟ الأغنية الشعبية ماشية ما عندها فين توصل، هي دائما ماشية يعني ديك القطار راه ماشي مرة في كي كتقول التنمية مرة شوية العثارات منك في اي تاريخ واي بلد كتكون الموسيقى عندها مراحل، مره ازدهار فني، مره كاين كيف قلت لك عثرات، مره تطفلات، مره هذه. مي الحمد لله ماشيه، الحمد لله. يعني رغم ان هذاك الشيء كاين بزاف الحاجات كيبشروا بالخير، يعني الحمد لله. كيف ذلك بالنسبه للكلمات؟ بالنسبه كاغنيه كاسم الاغنيه المغربيه، الحمد لله كاين اشاعه للعالم العربي، الشباب عندهم طاقات طالعين مزيانين الحمد لله كيمثلونا، وهذا شرف. انا كيشرفني ان كنفرح من وليداتنا يطلعوا حتى هما ياخذوا المشعل، باش ما تكونش غير القطيعه، فهمتي؟ تكون ديك لا غوليف، ديك بحال دابا حنا التواصل من عندنا لعندهم، وهي تمشي باش نتقدم شويه الموسيقى. بالنسبه للمشكل اللي كاين، هو مشكل بحال دابا اللي قلت لك التطفلات، كاين الناس اللي كيفكروا في الباز ويفكروا في شهرتهم كذا، ان كيخيصوا لنا كيخدشوا شويه بالجوهر نتاع الاغنيه المغربيه، ومغنيه مغربيه راقيه الشيء في التاريخ ديالها، لانها خليط من موسيقى العالم، الشمال والجنوب، يعني افريقيا واوروبا، هاد الاندلس، هاد الشرق اللي جا، المستعمرين اللي دازوا على المراحل، الفينيقيين الرومان كذا، الاسبان، البرتغال، الامريكان، كل شيء هادو داروا لنا خليط، العثمانيين، كل واحد اثر فينا، وحنا عندنا موسيقتنا فريده من نوعها، لان ولا عندنا غنى حيت عندنا بزاف ديك المناطق. حنا ملي تنتقل غير من 30 كيلومتر 30 كيلومتر كتبدل عليك اللهجه، كتبدل عليك الموسيقى، الماكله، اللباس، كل شيء كيتبدل عليك. اذا هذا الحمد لله هذا ثراء، وخصنا نخافوا على هذا الشيء. كنقول لك انا كنخاف على الدراري ماشيين مزيان، كيخصي التاطير، هذوك الوليدات دابا اللي كلهم عندهم هذه الانرجي، خص كل واحد من الناس اللي كنطلب زعما من الاخوان اللي في 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 في, في, في السن ديالي واللي سبقوني ولا كذا، اثروهم، ما تعرقلوهمش، اثروهم. على اثر التاطير وعلى اثر الكلمه ديال القطاع اللي ذكرتوها، نذكروا خالد بناني هو حامل مشعل الاغنيه الشعبيه بامتياز، هناك خلل؟ دائما غيكون الخلف. حنا دابا شو هو الخوف؟ حنا ما يمكنش انت تصنع الخلف. الخلف ما كتجيش واحد. انا ولدي الله يرضي عليه والله يحفظه، سليم بناني، اللي خلق مجموعه كرافاتا، هو يعني ما كيشبهليش. مي راه شارب من المدرسه ديال با، وبا شارب من المدارس اللي كاين العتيقه والعريقه والروحانيه والدينيه وكذا. يعني هذا هو كنسمي لا روليف، ماشي كلشي، ماشي تقلدني ولا تغني غنى خالد بناني تحفظ على غني تغني خالد بناني، لا، حفظ على خالد بناني، شنو حفظ على جدودنا وشنو ضاف هو، وزيد انت ضيف. هذا هو المرجو في وليدات ديالنا الفنانين اللي طالعين. لا ما كنبغيش انا لو كليشي، ما كنبغيش انا واحد ديك النمطيه. عندنا مشكل في النمطيه، حنا في التراث، حنا اننا شنو هو المشكل؟ هو كتحفظ على جدودك وتحط داك الشيء بحال جدودك، ما يمكنش. راه كل عصر عنده روحه، عنده شهادات، وعنده اذن ديالو. هذا العصر هذا ماشي العصر الاخر، ماشي الاذن كتقال عليها الموسيقى، دونك خصها الخفه وخصها الحركيه في 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 الميزان، يعني داك الشيء يكون ريتميك. دونك انا الحمد لله كنقول ولدي ما كيشبهليش، هذا الشيء اللي كنطلب انا ان يشربوا من المدرسه، من المدارس اللي كاينه في التراثيه وكذا، وينفتحوا على الموسيقى العالميه، ينفتحوا على الموسيقى العالميه، ماشي تكون الموسيقى العالميه داخله، لا، ديك الفيزيون سي شنو هو؟ هو نحاولوا نوريو موسيقتنا بطريقه عالميه، شتي كيفاش انا مجيهم باش الطريقه باش يفهمونا من صغر، باش ما نجيهمش حنا ركاكين نجيو مغربيين، ما يبان لهم ديك الاصاله، ديك الاوثنتيسيتي خاصها تبان. فين كتبان؟ كتبان فلام الروح نتاع الاغنيه، هي اللي كتبين الاصاله، ماشي كيفاش الطريقه باش توزعت ولا كيفاش خدمت. طيب حنا تنتواجدوا بمهرجان وجده الراي، حكمكم مع علاقه الاغنيه
الاغنيه الشعبيه باغنيه الراي، النمط ديال الراي، هل هناك انا اعوذ بالله من قولت، انا بوليفالون، كنغني كل شيء وكنعشق كل شيء. يعني انا كي قلت لك في الاول كنشوف المدارس كلها العتيقه، ومن بين المدارس اللي اثروا فيا بصغري راه المدرسه نتاع القصبه اللي خرج منها الراي الريميتي الله يرحمها، وكذلك التراث اللي كان اللي الاشقاء ديالنا الجزائريين العنقة ومحمد وهبي اللي دار وهران وبختها وكذا، هادو كل شيء اثروا فيا بصغري. دونك انا هذا انا الراي ساكنني من صغري، يعني الراي ساكنني من صغري بحكم انني كذلك ولد منطقه شرقيه، انا ولد مدينه تازة. دونك اذا كانت عندنا الراي، حنا كنا كنسمعوا كيف كنسمعوا الموسيقى الاندلسيه والملحون، كنسمعوا حتى القصبه ايام الريميتي اللي قلت لك الله يرحمها. دونك هذاك الروح انا ساكنني هذيك. دونك انا اليوم عندي شرف كبير انني نكون في مهرجان عنده قيمه وخدا وزن الحمد لله، ديك لومبلور الانترناسيونال الحمد لله. دونك انا ثاني مره، ماشي اول مره ندير الحفل ديالي، مي ثاني مره كنت معروض السنه اللي دازت من 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 الله يكثر خيرهم من الناس نتاع المهرجان، عرضوا لي وفرحوا بيا بزاف. عملوا وهذا العام عندي ان شاء الله معاهم سهره، وشرفني انني نوري انني انا مغربي، وخا انا من بلدي يعني من مدينتي تازمي، انا مغربي. دونك انا ودني محلوله على ثقافه بلادي كلها. دونك غادي نغني في سهرتي حتى الراي حتى الرقاده حتى المنقوشي اللي كتفتخر به المنطقه، باش نعرفوا حيت حنا شنو الهدف هو المهرجان يحافظ على الراي، على صبغه الراي، ويبين ان هذا الراي المغربي كيفاش يبغيوه في الصحراء المغربيه، كيفاش يبغيوه في طنجه، في البويره، في كازا، يعني الناس اللي كيبغي العيطاي واللي كيبغي تا الراي. وهذا هو هذا هو الحاجه السر اللي زوين اللي ولات المنظمين تبارك الله فكروا فيه، هو ان كيمجزوا الناس ما كيديروش الراي. علاش؟ باش نوضحوا بان المهرجان يعطي وياخذ، عادي يشربنا حنا الراي ويشرب الجمهور المحلي الموسيقى اللي كاينين في بلادنا. يعني حنا ما نجيبوش الشعبين تاع المناطق، غنغني الشعبين تاع تازا، فاس، تطوان، طنجه، الدار البيضاء، جديده، الحصبه، اسفي، كذا، غادي نغني، فهمتي؟ غنغني كل شيء، غنغني التراث الغيواني كذا. انا كندير دوك الشيء يعني بافتخار، كندير المناطق كلها اللي في المغرب. اذا انا قلت لك انا التواجد ديالي يعني ما ينحصرش على انني نغني نسافر لاغنيتي، غادي نغني حتى الاغاني ديال المنطقه باش نتلذذ بها وباش نتواصل معها مع ديك الجمهور، نحس بها كيف كنبغيها، لان ما نشوفها كيغنيوها معايا عادي تزيد نحس بها وتزيد تلذذ. حتى في انفتاحات الثقافات الاخرى، هذا هو اللي بغينا حنا، معلوم انت المقيمين تنفتحوا للعالم، لان تقرب الشعوب ايضا والمجتمعات ديالنا. واجب 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 واجب، يعني هذا اللي كيقول لك ما خصناش نجيبوا الفنانين من الخارج، غلط. انا سمحوا لي الفنانين اللي كيقول انا غلط، يمكن خلينا نعتنيوا بهم، ما يقولكش كتعتنيوا بالبران اكثر من دخلاني، خلينا نعتنيوا بهم، مش عارفوا بلد الكرم، غير نعتنيوا بولد بلادنا، ماشي نقولوا ما تعتنيش بالاخر وتقادوا معاه، هذا كيبقى دائما لوط الضيف، هذاك الضيف ديالك ما يمكنلكش تقادوا مع ولد البلاد، ولد البلاد راك في دارك، ماشي لازم خصنا نديروا ديك البروتوكول الكبير، البريستيج نديروه لك ياك، والظروف نتاع الاقامه الله يكثر خيرهم هما كيفاش كيديروا، يستقبلونا لو ستاف في المطار لهنا، التواجد ديالنا في 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 الاوتيلات الفخمه وكذا، يعني كاين البريستيج الفنان والاسكورت ديالو من المنصه كذا، كاين هذاك الشيء كله اللي كيديروه للبراني كيديروه لولد البلاد. انا كنقول لك ولد البراني خصك تعتني به باش تبين له الضيافة ديال المغرب، وانفتاح ديالنا سي هو باش كتوري لديك الناس باننا حنا راه شعب ودنينا راه محلوله من زمان على العالم، ماشي اليوم عاد نفتحوا العالم. حنا باش ولات عندنا قناوه ولا عندنا الاندلسي، راه انفتاح هذاك، راه موسيقى جاو من خارج المغرب وتمودلاو، عرفتي، تعجنوا في المغرب ولاو موسيقى مغربيه. دابا شكون اللي يقول لك ينكرنا بان الاندلسي ماشي موسيقى مغربيه؟ الموسيقى مغربيه محضه، واللي المصدر ديالها ماشي مغربي، والموسيقى الاخرى اللي كاينه في البربريه والطقطقاطيق الجبليه وكذا، راه شكون اللي خلق هي جات من هنا؟ راه جات من دول اخرى. هذا هو الحاجه الزوينه، هو ديك هذا الانفتاح هذا المغرب بلد شرفاء، اللي جا كيستقر، اللي جا ماشي بلاد كيجلس كون جاي واحد السيمانه جوج سيمانات كتحلل البلاد كيجلس. اذا هذا هو الربح اللي كنربحوا حنا الحمد لله، حنا اللي دخلوا المغرب الله يحفظ بلادنا ويحفظ سيدنا ويبقى هذا الاستقرار ان شاء الله.
ممتاز. طيب قبل ما نختموا ممكن نهدد الدردشه اللطيفه الله يحفظك. تنشكرك بعد على الله يحفظك. لا العفو، انا كنشكركم بالعكس. عفو الجديد، واش هناك جديد في الاغنيه الشعبيه؟ هل هناك إن شاء الله. جديد ان شاء الله؟ عندي ان شاء الله كنوجد سينجل نتاع في التراث، كنردوه شويه واحد لا ميزاجور شويه لهذا الوقت. كي قلت لك الروح كاينه من الطريقه وتوزيع يعني معاصره جدا، وكذلك في الشعبي عندي، وعندي ان سينجل دايرو انا والابن ديالي ان شاء الله، ولكن نحضروا اللي كنديروا به يعني ديك الابن ديالك حتى هو هو جرني شنو بغينا هو ان ما هي اللي قلنا بين الاجيال، ما كاينش صراع الاجيال، كاين من غير التكامل كاين هذيك شنو قلنا لغولي لا كونتينيتي، واحد دائما يمد المشعل لواحد. اذا انا ما نبقاش كاين دائما كاين العمر راه كيكون محدود، اذا خاصنا باش نخاف على داك الشيء اللي حفظت من عند الاجدودي الله يرحمهم والناس اللي مازالين الله يطول عمرهم. ولدي خصني نحفظوا وليداتنا اللي كاينين. شنو درنا؟ قررنا نديروا اغنيه نتاع الفرحه وعلى كذا البهجه، درناها بطريقه اللي فيها شويه نتاع البهجه، هو كيدير حيت داك الشيء نتاع ليمور وكذا شويه في لاتوش اوكسيدونتال، وانا محافظ على الـ على الـ على اللون انها الروح المغربيه التراثيه، ولاني شويه مودرن ان شاء الله. تبارك الله عليك سي خالد، ان شاء الله يبارك فيك. كلمه اخيره نخليوها لك. كلمه اخيره الله يحفظكم. شكرا. ان شاء الله يحل الناس اللي متبعينكم للقراء ديالكم والمشاهدين ديالكم، وان نتمنى طول العمر مهرجان الراي، وان شاء الله كل انسان فوق هذه الارض يكون بخير. اني ما كنفرقش بين 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 بين, بين الشعوب. انا فنان مسالم جدا، كنساين فوقاش الناس اننا نبينوا ما التسامح اللي كنديروا في الموسيقى، تبقى دائما كي جمعتنا الموسيقى، تجمعنا الرياضه، وتجمعنا السياسه، وتجمعنا الدين كلها ودينه، ديك الاختلاف ديالنا نحاولوا يجمعنا غير الانسانيه والتسامح. شكرا لكم. توفيق سي خالد. الله يحفظكم. نشكرك. شكرا. بارك الله فيكم. شكرا.